بأقل مجهود. الأهلي يضمن 3 نقط ويفصلوا عن اللقب 3 نقط. تابعوني أنا صاحب الكرة وتحليل مباراة الأهلي والإسماعيلي. مشكلة بيعاني منها الأهلي في ظل غياب الوينجات، وهي إن ولا جيرالدو قوي دفاعيا بالدرجة الكافية، ولا أجايي فايق بدنيا للدرجة اللي تسمح له إنه يعمل الدورين. عشان كده باكين الأهلي كانوا بيعانوا طول الجيم. نقطة تانية، وهي إن مفيش سرعات كبيرة في التلت الهجومي تسمح لك إنك تعمل ضغط عالي، فبالتالي دفاعك بيعاني من الضغط بشكل كبير. أهداف المباراة: دفاعيا احد المشاكل اللي كانت بتقابل الاهلي هي غياب دور للوينجات، عشان كده كنا دايما بنشوف عبء كبير على باكين الاهلي. نلاحظ مع بعض هنا في الحالة دي، هنا عبد الرحمن مجدي في الناحية الشمال للاهلي، نلاحظ ان علي معلول هو رايح يقابله ووراه بيكمل ايمن اشرف، انما جيرالدو ملوش دور دفاعي في الحالة دي، فبالتالي المسافة هنا بين قلبين الدفاع بتوسع جدا، فبالتالي يقدر تشيلونجو هنا انه يلعب على رامي ربيعه واحد ضد واحد. احيانا كمان كان بيضم محمد الشامي من الناحيه العكسيه عشان يعمل ضغط اكبر في عمق الملعب على الاهلي، لكن للامانه كان محمد هاني متفوق بشكل كبير في التغطيه العكسيه. نلاحظ مع بعض هنا، بص تشيلونجو هنا على رامي ربيعه، وادي الشامي اللي بيضم بسرعته، لكن محمد هاني للامانه كان متفوق النهارده تماما في التغطيه العكسيه. تاني نفس الفكرة، نلاحظ مع بعض هنا، بصوا عبد الرحمن مجدي، علي معلول وأيمن أشرف دايما الاتنين مع عبد الرحمن مجدي، وزي ما قلت لكم بتوسع المساحة بين أيمن أشرف ورامي ربيعة، فيقدر شيلونجو إنه يتحرك في عمق الملعب في المساحة بين قلبين الدفاع عشان يعمل ضغط كبير على دفاع الأهلي، ده غير إن بتتخلق مساحات أكبر، يقدر الشام إنه يخترق هنا بشكل قطري ويضم في عمق الملعب، لكن هاني برضو متفوق بشكل كبير. نلاحظ مع بعض هنا مفيش دور للوينجات خالص. مشكلة دفاعية كبيرة بسبب غياب دور الوينجات الدفاعي، لأن الوينجات اللي موجودة في الأهلي حاليا ما عندهمش الحتة الدفاعية بشكل كبير. مشكلتين النهاردة كانوا في وسط ملعب الأهلي، وهي الفجوة الكبيرة بين خط الدفاع وخط الوسط، ده غير إن مفيش ضغط. نتابع مع بعض في الحالة دي عملية تحول هجومي للإسماعيلي. بصوا هنا، بصوا مفيش ضغط هنا في وسط الملعب خالص. لاحظوا بقى معايا دي، اولا بصوا المساحه بين الدفاع ووسط الملعب، مساحه كبيره يقدر شيلونجو يشتغل فيها بشكل كبير، دايما بيسرق هنا المدافع ويسقط بين الخطوط عشان يقدر يطلع الفرقه الاسماعيلي ويقدر يعمل شغل هجومي خطير في منطقه بين الخطوط. نقطه ثانيه بتوضح لنا ان غياب الضغط التام من وسط ملعب الاهلي. نتابع مع بعض هنا، بصوا هنا باص ضرب ضغط الاهلي هنا، اللي هو الاهلي اصلا ما بيطبقش ضغط عالي زي ما قلنا بسبب غياب السرعات. نتابع بقى، بصوا لاعب هنا في مساحه كبيره قد ايه، مفيش اي حد داخل يضغط عليه او حد يضايقه في منطقه وسط او عمق وسط الملعب. نكمل الحاله، بصوا مساحه كبيره، ماشي ماشي، محدش بيقول انت بتعمل ايه، هوب عكس اللعب دايما على الناحيه اليمين بسبب غياب الوينجات دفاعيا. مشكله كبيره عانى منها الاهلي النهارده. هي في نظري مباراة وليد سليمان، مباراة عمل فيها وليد سليمان كل حاجة. تعالوا مع بعض بقى نشوف الفرق بين وليد سليمان وأي وينج أو أي واحد بيلعب تحت المهاجم في الأهلي. نلاحظ مع بعض هنا وليد سليمان، بصوا اللعبة هتميل ناحية الشمال، بصوا وليد سليمان هيعمل إيه، بصوا بيميل هنا، بيسحب المدافع عشان يفرغ مساحة، بصوا هنا هيعمل إيه لما لقى الكثافة الدفاعية 2 على 2 من الإسماعيلي، راح عشان يدي حل يعمل مساندة فيحرر هنا علي معلول عشان هو اللي يخش لعمق الملعب ويعمل خطورة. ميزة تانية عند وليد، وهي الانطلاقات الحادة في عمق الملعب، ازاي بيقدر يسرق المدافع وياخد خطوتين لورا ثم بسرعته يقدر يخترق هو بشكل مباشر في عمق الملعب. نلاحظ مع بعض الحالة دي، بصوا وليد سليمان، بصوا
دخل بين الاثنين مدافعين بقوه وبسرعه كبيره. لو ما خدش الكره فهو قدر ياخد فاول من منطقه مؤثره قريبه من مرمى الاسماعيلي. تاني نفس الفكره، نفس فكره الانطلاقات الحاده اللي بيعملها وليد من تحت من ورا لقدام. بص وليد سليمان فين؟ هنا على راس الدايره. نكمل الحاله، بصوا هوب 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 هوب، مركز متوقع ان في خطا يحصل من المدافع ومتوقع ان الكره هتعدي، عشان كده دايما سابق المدافع في القرار. احد المشاكل اللي عانى منها الاهلي في وجود جيرالدو اللي دايما فاتح ستريتش الملعب، فدايما بيعطل انطلاق الباكين. نتابع مع بعض هنا بقى الفرق اللي بيحصل مع وجود وليد سليمان. بصوا هنا وليد سليمان دخل ضم لجوه، بص عمال يضم 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 عشان يفتح هنا لمحمد هاني ويطلعه، عشان يقدر الاهلي يهاجم بشكل 2-2 او يعمل توازن هجومي في المنطقه دي، ويقدر يبقى الاهلي عنده كثافه يقدر يجمع لعب. بالنسبه للجول، الجول الثاني، نشوف الروح والتحركات بتاعت وليد سليمان في الملعب. هنا وليد سليمان عمل المسانده مع جيرالدو عشان يحرر جيرالدو ويقدر هو ينطلق اجناب الملعب. بصوا هنا الكره اتقطعت، راح ضغط استخلصها وبسرعه قدر ينقل اللعب في المساحة عند أحمد الشيخ في مساحة 1-1. بصوا الذكاء بتاع وليد سليمان قدر يعمل إيه؟ عشان كده وليد سليمان تقريبا من ساعة ما نزل شكل الأهلي اختلف بجد. مش بس أدوار هجومية لوليد، لا وليد كمان بينفذ الأدوار الدفاعية وبينفذها بشكل ممتاز. نتابع مع بعض هنا، دي حالة هجومية للإسماعيلي. بصوا وليد سليمان فين؟ جنب حمدي فتحي وأليو ديانج على خط عرضي واحد مع أليو ديانج عشان ينزل تالت على الدايرة ويعمل الواجب الدفاعي، وده الدور اللي ما للاسف ما بيعملوش قفشه بشكل كبير. عشان كده قفشه مؤخرا تحس انه ملوش دور بارز في فرقه الاهلي او في تشكيله الاهلي، عشان كده احيان كتير برضو فايلر بيحطه على الجنب. في الكرات الثابته دايما، عشان وليد سليمان مش لعيبه اللي عندهم قامه طويله، فبيرجع هو دايما يعمل واجب دفاعي يقف تحت شويه عشان يصد اي مرتدات من المنافس. نتابع مع بعض هنا وليد سليمان. بصوا وليد سليمان فين؟ عند زون 14 للاسماعيلي. بصوا هنا بقوه وبقلب قطع الكوره استخلصها ورجعها تاني استحواذ للاهلي ورجعها للشناوي عشان يبدا الاهلي هجمه جديده. مباراه انا في رايي بسميها مباراه وليد سليمان، لانه فعلا وليد سليمان بمجرد نزوله شكل الاهلي اختلف تماما، بقى في قائد في الملعب قادر يسيطر ويلم الجيم ويقدر يقف على الكوره ويتقل الفرقه في الملعب. مباراه كبيره من وليد سليمان اللي بيثبت مباراة انه احد كنوز الاهلي، اللي فعلا بمجرد نزوله ظبط ايقاع اللعب تماما وفرق بشكل كبير مع الاهلي. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.